لعبها بلاك احنا في الدوري حبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. نتجول مع مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة، وطبعا كما تعرفون هناك دورات دولية قادمة بإذن الله تعالى. نحاول أيضا نسلط الضوء على الكثير من هذه الدورات وندونها تاريخيا في مبارياتها، في أهدافها، في نجومها، دائما من خلال هذا البرنامج. أيضا الكرة الكويتية والدوري الكويتي، الدوريات الخليجية، المباريات الدولية بشكل عام، البرنامج منوع في أهدافه، لأن هذه ذكريات تحمل سجلا مميزا، سجلا كبيرا في تاريخ الرياضة سواء الكويتية أو الخليجية أو الأسيوية بشكل عام. بعد الفاصل نبدأ الحديث. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 6/8/2004 في بطولة كأس أمم آسيا في الصين لعب أيضا منتخب البحرين ومنتخب إيران، وكان علي دائي أيضا كما تعرفون الهداف المميز في الكرة أيضا الإيرانية، وجواد نكامل أيضا كان لاعب مميز مع المنتخب الإيراني لم تخني الذاكرة. كانت مباراة ساخنة وساخنة جدا. دعونا نشاهد من هو الفائز. تلعب ايضا، تبقى الكره بحوزه المنتخب من حسين بابا للكواري، تعود لمن؟ لعلي دائي. علي دائي، الله، يعني لاحظوا الخطا الدفاعي، خطا دفاعي قاتل باعاده هذه الكره، واستغلها جيدا جواد نيكونام، ولعلي كريمي، لعلي دائي اللي لم يتوانى عن إيداعها مرمى المنتخب البحريني ومسجلا أولى أهداف هذه المباراة. لاحظوا طبعا الكرة عدت من علي دائي إلى محمد حسين، محمد سالمين، أيضا حسين بابا، والله الله الله الله، طلال يوسف يسجل هدف التعادل لمنتخب البحرين في الدقيقة الثالثة. طلال يوسف يضع القبلة الأولى في مرمى المنتخب الإيراني وحسرة حارس إيران إبراهيم ميرزابور. برافو طلال. طلال يوسف يسجل هدف التعادل. الله على هذه الكرة وهذا الهدف الجميل من طلال يوسف لاعب الرفاع. جلال كاملي لرضا، ايضا مهدي مهدافيكيا الى كريم، الله الله، الهدف الثاني للمنتخب الايراني، يعني استغلال واضح لبعض الاخطاء في الدفاع البحريني، يعني استغلال واضح من قبل لاعبي المنتخب الإيراني، وبالتالي يسجل المنتخب الإيراني الهدف الثاني. إذن مهدي مهدافيكيا إلى داخل منطقة، الله 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 يا دعيش ناصر،
أدعيج ناصر. نعم هدف التعادل للمنتخب البحريني، هدف التعادل للمنتخب البحريني. إذا هدفين لهدفين وتعود الكفة متساوية بين المنتخبين، هدفين لهدفين. نعم هدف التعادل وسجلوا صالح فرحان. لاحظوا هذه الكرة اللي طبعا ارتقى لها بصحيح صالح فرحان وسجل هدف التعادل للبحرين. 2-2 ركنية ولا أجمل من طلال، وينبري إليها بكل أناقة صالح فرحان ويسجل هدف التعادل. الدقيقة 35 وآخر 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني. علي دائي، علي الله، الهدف الثالث للمنتخب الإيراني. إذن يسجل علي دائي من ركلة جزاء الهدف الثالث إيراني. إيمان مبالي، مهدي مهدافيكيا، وبجنبه حسين بايا، بمر من بايا وبيحول الكرة الله، الهدف الرابع لعلي دائي. استغل يعني المنتخب الإيراني هذا التباطؤ في العودة إلى المواقع الدفاعية للمنتخب البحريني، واستغل استغلال جيد مهدي مهدافيكيا وحول كرة أنيقة لعلي دائي اللي استطاع أن يسجل الهدف الرابع في مرمى المنتخب. لاحظوا مهدي استطاع أن يمر من بابا ويحول، وليست هناك أي تغطية دفاعية. دائما المشكلة عم نشوفها بالمنتخب البحريني اللي طبعا جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، في 20/7/2004 في بطولة كأس آسيا في الصين لعب اليابان وعمان، سلطنة عمان. وهذه المباراة كانت صعبة جدا، حتى العمانيين في هذه المباراة على فكرة اللي تابعها وشاهدها أضاعوا الكثير من الفرص في هذه المباريات. ودائما نقول لك اللي يستغل الفرص هو اللي حقق الفوز. اليابانيين استقلوا وطلعوا بهدف واحد وفازوا في المباراة. شوف الهدف يا بعض. ايضا خطا لمصلحة المنتخب الياباني. كما ذكرت هناك لاحظوا الكرة تلعب مباشرة عندما يكون الخطا لمصلحة المنتخب، بالتالي لا يتسنى للمنتخب. هناك الهدف الاول، الهدف الاول بعكس مجريات المباراة، الهدف الاول للمنتخب الياباني من رقم 10 ناكامورا شونسوكي اللي يلعب لريجينا الإيطالي بغفلة من الدفاع. لاحظوا نفذوا الكرة، يعني حتى لمن حنشوفها بالإعادة نفذ الكرة المنتخب الياباني بالسرعة القصوى، بالتالي لم يستطع المنتخب العماني من أخذ مواقعه ومن حقه واستغل. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم. أهداف متعددة نحاول دائما إرضائكم بإذن الله تعالى في اختيار مجموعة من الأهداف، سواء على المستوى المحلي، على المستوى الخليجي، على المستوى الأسيوي، وندون التاريخ والسجل للكثير من هذه البطولات بإذن الله تعالى. قدا لنا موعد جديد، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة. Come on!
الله.